السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هعمل معاكم بانيه، واهم حاجة يا حبايبي تشتركوا لي في القناة وتفعلوا في الجرس وادونوا لايك. يلا معايا نعمل ايه؟ يلا يا حبايبي تعالي بقى عشان هنشوف هنعمل ايه في البانيه. بصوا يا جماعة، ده طبق اهوت، ماشي؟ بصوا يا جماعة انا عاملة البانيه اهو. يلا يا جماعه معايا البناه غسلاه بالليمون والخل والدقيق ومظبطاه ونقعه ومظبطاه. تعالوا عشان نتبل فده اهوت، وهنحطه في البصل. انا بصله بشرتين، بصلتين ماشي، بشرهم بالمبشره، وهحط معاهم ايه، شويه فلفل اسمر وشويه بهارات فراخ وشويه والسبع بهارات اهيت، سبع بهارات اهيت، هحط شويه ماشي، و وهنحط شوية كمون برضو اهوت، كمون ماشي، وهنحط ايه، وخلاص مش هنحط كزبرة بقى ماشي، وهنحط معلقة ملح، مش كتير يعني ماشي، وهنعمل التتبيلة كده مع بعضنا، كده مع بعضها كده جامد ماشي. وهنمسك البنات ونصفيه، نصفيه ونحطه واحدة واحدة كده، انا جايبه كيلو الا ربع بنيه يا جماعه عشان ايه اهو عامله ايه. وهنسيبه ساعه يشرب من التتبيله بتاعته، ساعه ماشي. قلبي سبت البنات غايب لي ساعتين معايا ماشي، وجبت بطين اهوت، بطين احطهم اهوت ماشي. بس عندنا يبقى اجيبها من عند العطار خلطه مع بعضها، وبحط على برده كيس فيجيتار، بصي فيجيتار ماشي، بجيب طبق فاضي وبحط عليها كيس فيجيتار، التوابل اللي انا حاطاها اللي انا جايباها من عند العطار ماشي. بصي يا حبايبي، ما انا بس بسرعه في الكلام عشان لسه جديده بقى في القناه، على ما ايه اخد على الكلام وكده هتلاقوني بتكلم معاكم كويس، انا عارفه ان انا سريعه في الكلام يعني، معلش ماشي. اهي جربتها في بعضها، وسايبه الزيت على النار، معايا الزيت على النار وقطعه البانيه كده، ده في البيت ماشي، وبرجع اعملها بالفيجيتار كده. طب خدوا انا عملتها بالفيجيتار، تطلع بقى مرمشه وجميل. اهي الزيت سخن معايا ماشي، ونعمل بوريكم بس في البيت اهوت، وبعدين بحطه في البكسومات اهوت ماشي. وبعدين انا عملت حملنا البناء وبنعمل حملت البناء، هوريكم بعد ما حمل اهوت اهوت اهو اهو. بصوا جايب ومتحمر ومتبل وجميل وطعمه بقى رهيب اهو. عملناه مع شوية سمكة كده مع بعضه وخلاص كده، خلصنا الفيديو مع بعض. متنسوش اللايك والشير وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام.